أزمة الكهرب من أول الحرب ما فيش كهرب خالص ولا طاقة بديلة، يعني إحنا في عنا مرضى، في عنا ربو. أنا جاية من المشروع عشان أشحن، حالنا زي حالة كل واحد بقطاع غزة حاليا في الحرب، لا في كهرباء. يعني أنا جاية من المشروع من طريق بعيد بس عشان أشحن جوالات العيلة، جيب جوالات العيلة كلهم، العمارة كلها، وبنيجي بنشحنهم في المستشفى. الكهرباء لها أسبوعين من أول الحرب للحين ما جت علينا. هذه المقابلات لي من تقريبا 4 أو 5 ساعات عشان احاول اشحن جوالي لو 20%. ليش اشحن 20%؟ عشان اطمن واتواصل مع بقيه اهلي. Thank you.